شهداء الغارة الإسرائيلية الأخيرة على منطقة عائلة البيوك في منطقة قزان النجار بالقرب من كلية العلوم والتكنولوجيا ارتفع إلى 5 شهداء و10 إصابات، من بين الشهداء سيدتين وطفلتين، واحدة منها يعني لم تبلغ العام يعني 9 أشهر، بالإضافة إلى رجل و10 إصابات، فيما لا يزال الدفاع المدني والإسعافات تعمل على إنقاذ عدد من المواطنين الذين لا زالوا تحت أنقاض هذا المنزل المدمر. هذا بالنسبة للغارة الإسرائيلية على غزة، والتي يعني في الأول وصل شهيد و10 إصابات، ثم بدأت الإصابات تأتي تباعا والضحايا يأتون تباعا إلى مجمع ناصر الطبي، إلى أن وصل العدد إلى 5 شهداء و10 إصابات، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت أنقاض هذا المنزل. بالإضافة الآن يعني سمعنا دوي عدة انفجارات في المنطقة الشرقية، وكأن الغارات بدأت من جديد على المنطقة الشرقية من خان يونس، تحديدا بلدة خزاعة وبني سهيلة والفخاري والفرحين وحي المنارة. هذه المناطق الآن عادت إليها الغارات الإسرائيلية، وبدأنا نسمع من هذه المناطق أصوات انفجارات. الآن أيضا صوت انفجار جديد، عدة انفجارات يعني بدأت نسمعها في هذه المناطق بعد أن خفت لمدة تقريبا نصف ساعة، ثم عادت هذه الغارات الإسرائيلية مجددة، بالإضافة إلى غارة إسرائيلية كبيرة على مدينة رفح، لكن حتى اللحظة لم يبلغ عن وجود إصابات، وعلى ما يبدو أنها لمناطق زراعية فارغة. حتى الآن صورة الأوضاع في قطاع غزة وتحديدا في مدينة خان يونس ورفح. فيما يتعلق بوقوع الانفجارات، في لحظة وقوع الانفجارات إبراهيم، هل تتوجه سيارات الإسعاف مباشرة إلى المكان الذي تقع فيه هذه الغارات الإسرائيلية، أم ينتظر بلاغ ما لتحديد مكان الغارة ومن ثم تتحرك أطقم الطوارئ والإسعاف؟ تماما هذا ما يحدث. عندما تأتي إلى سيارات الإسعاف جمعية الهلال الأحمر أو وزارة الصحة بإشارات على أنه هناك استهداف لمنازل أو هناك ضحايا ومصابين، فورا منذ اللحظة الأولى لاستلام الإشارة يتم توجه سيارات الإسعاف إلى هذه المناطق. سيارات الإسعاف تتحرك من عدة مناطق حقيقة، من مستشفى غزة الأوروبي، من مجمع ناصر الطبي، ومن مستشفى الهلال الأحمر في منطقة حي الأمل في مدينة خان يونس. تبدأ الإشارات، تتوجه سيارات الإسعاف، الأقرب إلى المكان الحدث يتوجه إلى هذا المكان المستهدف، ويتم على الفور إجلاء بعض المصابين والضحايا الذين يكونوا متواجدين جراء هذه الغارات الإسرائيلية. بالإضافة أن أريد أن أنوه أن المناطق الشرقية من خان يونس في مثل هذه الظروف هناك صعوبة بالغة في الوصول إلى أماكن الاستهدافات حقيقة، لأن سيارات الإسعافات مستهدفة، وأيضا طواقم الدفاع المدني مستهدفة في هذه المناطق، لأنها تعتبر مناطق عسكرية مغلقة، خاصة وأنها متاخمة تماما للمناطق الحدودية والسياج الحدودي، وبالتالي هناك مخاطرة كبيرة جدا في وصول سيارات الإسعاف إلى هذه المناطق. لكن فور استلام الإشارة بأن هناك مصابون أو هناك ضحايا يتم التوجه رغم كل المخاطر، طواقم الإسعاف تخاطر بحياتها من أجل إنقاذ المصابين وإخلاء الضحايا من أماكن القصف الإسرائيلي. هكذا يتم التعامل حتى يعني يتم إرهاق الضباط الإسعاف، وحتى لا تحدث بلبلة وأن يتم التوجه سيارات الإسعاف دون وجود ضحايا أو مصابين، لأن كل قطرة بنزين هنا يعتبرونها ثمينة، خاصة في مثل هذه الظروف وعدم وجود يعني وقود كافي لتشغيل سيارات الإسعاف وتشغيل مولدات الكهرباء يعني في المستشفيات وفي المرافق الصحية، وبالتالي هم يتعاملون بالإشارة. فور استلامهم إشارة بأن هناك ضحايا أو هناك منزل مستهدف، فورا تتوجه سيارات الإسعاف إلى أماكن الاستهداف، وتعمل الطواقم الطبية وأيضا فرق من الدفاع المدني تكون مصاحبة لسيارات الإسعاف من أجل إخلاء المصابين وإنقاذهم ويعني وإجلائهم من مكان الاستهداف وتأمينهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات هنا في يعني قطاع غزة. ونتحدث عن خان يونس، يتم وصول
وصولهم الى مجمع ناصر الطبي، وفي بعض الاحيان ايضا الى مجمع الى المستشفى الاوروبي شرق خان يونس، وذلك حسب الحاله الامنيه وحسب طبيعه الاصابات وحسب طبيعه الحالات. اذا كانت الاصابات حرجه وخطيره يتم جلبها مباشره الى مجمع ناصر الطبي باعتباره المستشفى الاكبر والاكثر تجهيزا في غرف العمليات. ايضا المستشفى الاوروبي هناك اجراء عمليات وغرف عنايه فائقه، لكن المستشفى الاوروبي يعني يتعرض هذه الليله وفي الليالي الاخرى الى عمليات قصف شديده، والوصول اليه ايضا هو في يوجد به مخاطره، خاصه وان اسرائيل اليوم قصفت محيط المستشفى بالعشرات من الصواريخ التي اسقطتها الطائرات الحربيه الاسرائيليه. حتى اللحظه نسمع دوي انفجارات في المناطق الشرقية لخان يونس، وكأنها يعني أحزمة نارية تقوم بها الطائرات الحربية على طول الحدود والمناطق الشرقية في هذه المنطقة. هذا القصف أدى هذه الليلة يعني إلى تدمير عدد كبير من منازل المواطنين، وأدى أيضا إلى استشهاد أحد المواطنين وإصابة عدد آخر عندما سقطت إحدى القذائف على منزل لعائلة البريم شرق خان يونس، وأدى إلى استشهاده وإصابة عدد من أفراد الأسرة يعني التي كانت متواجدة بداخل هذا المنزل. الآن طائرات حربية إسرائيلية تحلق بصورة كبيرة جدا بأجواء خان يونس ورفح، ربما ينذر هذا بمزيد من شن الهجمات والغارات على خان يونس.